السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده معمول للناس اللي ما تعرفش، تاني الفيديو ده معمول للناس اللي ما تعرفش أي نتيجة ممكن تخلي النادي الأهلي يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، وأي نتيجة تخلي نادي الوداد يفوز بدوري أبطال أفريقيا. طيب يعني فرص النادي الأهلي ونادي الوداد في مباراة الإياب. طبعا كلنا عارفين ان النادي الأهلي فاز هنا في مصر في القاهرة 2-1 على الوداد. طيب نحب نذكركم كده اولا ان البطل ان شاء الله ويكون النادي الاهلي باذن الله، البطل هيحصل على 4 مليون دولار. طيب الوصيف هياخد ايه؟ الوصيف هياخد 2 مليون دولار. طبعا دي معلومه ممكن كتير يكون عارفها. نخش بقى على طول في اي نتيجه تخلي النادي الاهلي يفوز بالبطوله او اي نتيجه تخلي الوداد يفوز بالبطوله. اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، اي فوز للنادي الاهلي، النادي الاهلي يكسب البطوله ان شاء الله، يعني 1-0 2-0 3-0 2-1، اي فوز يخلي النادي الاهلي يكسب البطولة، أي فوز للنادي الأهلي. طيب أي نتيجة تعادل سلبي أو إيجابي بين الفريقين يخلي برضو النادي الأهلي يفوز باللقب، يعني 1-1 0-0 2، أي تعادل يخلي النادي الأهلي يفوز باللقب. طيب هزيمة النادي الأهلي بفارق هدف يبقى برضو الأهلي البطل، يعني 3-2 تخلي النادي الأهلي برضو البطل، 4-3 يخلي النادي الأهلي البطل، وهكذا. طيب نادي الوداد لو كسب 2-1، طبعا نادي الوداد لو كسب 2-1 واحنا كسبانين هنا 2-1 يبقى كده تعادل، وهنلعب ركلات جزاء على طول يا جماعة، مفيش وقت إضافي هيتلعب، هيلعب ضربات جزاء على طول، وان شاء الله حتى لو ده حصل باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. طيب اي هزيمه للنادي الاهلي بقى بفارق هدفين، اي هزيمه للنادي الاهلي بفارق هدفين يبقى في صالح الوداد والوداد يفوز باللقب. طيب نتيجه 1-0 مين اللي يكسب؟ نتيجه 1-0 تخلي، نتيجه 1-0 للوداد تخلي الوداد يفوز باللقب، واحنا قلنا قبل كده طبعا اي نتيجه فوز للنادي الاهلي النادي الاهلي يفوز باللقب. ديت النتائج اللي تخلي النادي الاهلي يفوز باللقب او نادي الوداد يفوز باللقب. كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله يرجعوا لنا باللقب ال11.